السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكل المتابعين الكرام. إن شاء الله تكونوا ملاح وتكونوا بخير. اليوم إن شاء الله راح نكونوا في فيديو جديد من الامتحان التجريبي في مادة التاريخ والجغرافيا. هذا النموذج مقترح بقوة للشهادة، يحتوي على وضعيات إدماجية وضعية في التاريخ على المخططات الاستعمارية الكبرى، وعندنا وضعية إدماجية في الجغرافيا على ظاهرة التصحر في المنطقة السهبية. إذا نبدأ على بركة الله في حل هذا الموضوع. فيما يخص فقط عندي ملاحظة، فقط هذا الموضوع حطيته البارح في صفحتي في الفيسبوك للمتابعين توعي، قلت لهم حلوه. كي تحلوه هذاك الحل أروح للقناة في اليوتيوب وتقارن الحل تاعك مع الحل النموذجي تاعي باش تشوف روحك أبيبخي وين راك الدور. هذا فيما يخص الحل. واللي ما عندوش صفحتي في الفيسبوك ما عليه غير يكتب نفس الاسم تاع القناة، الأستاذة مزين، يخلي شوية إسباس ويكتب بي الفرنسية مزين باش يتأكد بلي تخرج له عندها نفس التصويرة تاع البروفيل تاع الصفحة مع تاع القناة كيف كيف، عندها لوجو واحد. هذا فيما يخص الصفحة تاعي. إذا نبدأ بالوضعية الأولى، قال لك رتب تواريخ الأحداث التالية حسب تسلسلها الزمني. عندنا مجازر 8 ماي، هجمات الشمال القسنطيني، وقف إطلاق النار وتأسيس المنظمة الخاصة. قائمة التواريخ كل التلاميذ أكيد راهم حافظينهم ولا راهم مراجعينهم، واللي ما عندوش قائمة المصطلحات ولا ما يعرفش يرتب أكيد كتابي المراجعة الذهبية عفوا في الاجتماعيات يوفر لكم كل حاجة. مثلا نروحوا إلى قائمة المصطلحات، راني حطيتهم كامل في الآخر، شوفوا معايا نروحوا لقائمة التواريخ والشخصيات والمصطلحات. حيليك التواريخ المعلمية للتلميذ يجب عليه أنه يراجعهم ولا يحفظهم. إذا أنت باش تقدر ترتب هذه الأحداث ما تقدرش ترتبهم بلا ما تعرف التواريخ المعلمية تاعهم. نبدأ عندنا مجازر وهجمات ووقف إطلاق النار. إذا أول حدث اللي صرى هو كما راكم تلاحظوا ترتيب هكذا ترتبه، إما قوم بعملية الترقيم. لكن عندي ملاحظة مهمة جدا، إذا قمت بالترتيب بدون الزمن لازم تثبت الزمن، لأنه رانا في مادة التاريخ. مجازر 8 ماي وقعت في 1945 هي الأولى، لاحظوا معايا أنا درت هنايا على شكل سلم زمني، درت سهم، شكون تجي موراها؟ تأسيس المنظمة الخاصة. الحمد لله عفوا، تأسيس المنظمة الخاصة في 15 فيفري 1947. نحبس هنا فقط، تلقى التلميذ هنا يقول لي لا لا أستاذ احنا درناها 14 فيفري نعتبرها صحيحة، وكاين يقول لك أستاذ احنا درناها 16 فيفري أكيد ثاني صحيحة. هنا تختلف فقط المراجع. بعدها نرتب، تجي موراها هجمات الشمال القسنطيني 20 أوت 1955، وآخر حدث هو وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962. هكذا يكون الترتيب تاعك. ونعاود نذكر اللي ما عندوش قائمة المصطلحات ما عليه غير يروح لكتابي اللي هو المراجعة الذهبية في الاجتماعية، ترى متوفر في كل المكتبات عبر الوطن، اللي حطيت العناوين تاعها في الصفحة تاعي في الفيسبوك. جيد، نروح إلى السؤال الثاني. قال لك اتبع الشعبي الجزائري بعد الحرب العالمية الأولى نموذجا جديدا من الكفاح المسلح بهدف استعادة السيادة الوطنية. المطلوب أكمل الجدول بما يناسبه حسب الفترة الزمنية. عندي الجدول هذا راه موجود أمامكم، لاحظوا معايا من خلال الجدول هنايا باين راح نديرو الاتجاهات، هنايا الزعيم، هنايا المطالب. إذا الجدول تاعك راح يخرج على هذا الشكل، هنايا الاتجاه والمساواة. إذا لاحظوا معايا
عندنا الاتجاه الاستقلالي، اكيد الاستقلالي الثوري لمصالح الحاج، مطلب تاعهم جلاء معناتها مغادره الجيش الفرنسي والاستقلال. عبد الحميد بن باديس هو صاحب الاتجاه الاصلاحي الديني، المطلب تاعه الدفاع عن مقومات الدوله الجزائريه. عندنا الادماج والمساواه لفرحه عباس وهو الاتجاه الليبرالي الادماجي. لاحظوا معايا فقط هنا يا تلاميذي الاعزاء، ركزوا معايا مليح مليح، هذا الجدول مقترح بزاف للشهاده. تقولوا لي كيفاه هذا الجدول يا ابنائي؟ عندهم سنوات ما داروهش، لذا على حساب خبرتي في الميدان مقترح بشده. جيد، ننتقل الآن إلى السؤال اللي بعده. قال لك صرح وزير الداخلية الفرنسي فرانسوا ميتيران إن التفاوض الوحيد هو الحرب المطلوب، بين الدور الذي لعبه الشعب الجزائري في الضغط على الطرف الفرنسي للرذوخ للتفاوض. هذا السؤال استنتاجي بالدرجة الأولى. ثانيا قال لك أبرز نتائج مفاوضات إيفيان. إذا أنت الإجابة تاعك كيفاش راح تكون؟ أكيد الشعب الجزائري أكيد ضغط على الفرنسيين والحكومة الفرنسية باش تجلس معنا على طاولة المفاوضات، وتمثل ذلك الضغط تمثل في تنظيم مظاهرات والإضرابات، كمظاهرات 11 ديسمبر 1960 وإضراب 8 أيام. مد الأمثلة، لكم الدعاء مش إجابتك بالأمثلة تعطولك علامة ناقصة. ثانيا رفض السياسة الاستعمارية الإغرائية، الالتفاف حول الثورة. هذا فيما يخص الشعب الجزائري الدور الذي لعبه. أكيد نتائج مفاوضات إيفيان، رانا نتكلموا على نتائج تاع مفاوضات إيفيان الأولى الثانية عفوا، هي اللي أعطت لنا نتائج، هي وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962، اللي نعتبروه حنايا عيد النصر نحتفلوا به في كل سنة. ثانيا إجراء نتيجة ثانية، إجراء استفتاء حول تقرير المصير في 1 جويلية 1962، والنتيجة الثالثة اللي هي الإعلان عن استقلال الجزائر في 5 جويلية 1962. هكذا تكون الإجابة تاعك. جيد، الوضعية الرابعة. الوضعية الرابعة هذه اللي نظرا للأوضاع الراهنة اللي رانا نعيش فيها واللي تعيش فيها فلسطين، إذا راهي مقترحة، القضية الفلسطينية راهي مقترحة أيضا بشدة. واش تقول الوضعية هذه؟ القضية الفلسطينية مبدأ ثابت في السياسة الجزائرية الخارجية. قال لك المطلوب، لاحظوا معايا جيدا، المطلوب وجه رسالة في سطرين للأمين العام للأمم المتحدة تبرز له فيها موقف الجزائر الداعم للقضية. ونزيد نقول لكم يا أبنائي الأعزاء باش تعرفوا باللي أنا ما رانيش نهضر من العدم، دائما نلتزم بالبرنامج الدراسي. تخيلوا أنتم في البرنامج الدراسي اللي طلبوا منا نمدوا للتلميذ نموذج كيفاش يبعث رسالة للأمين العام يدافع فيها عن القضية الفلسطينية ولا القضية الصحراوية. هاوليك الكتاب تاعي المدرسي، عفوا الكتاب اللي ألفته هو المراجعة الذهبية، كل حاجة قلت للتلميذ فيه. هنا تعرفوا باللي أنا ما رانيش غير نحطه خلاص. شوفوا معايا في مادة التاريخ، في التاريخ العام القضية الفلسطينية درناها، شوفوا التمرين اللي درته، كل حاجة على حسب المقرر الدراسي. قال لك رسالة للأمين العام حول معاناة الشعب الفلسطيني، وهنا يا رسالة للأمين العام حول معاناة الشعب الصحراوي من مواطن جزائري. حتى التمرين، نموذج تاع التمرين راه موجود هاوليك في الصفحة 30 للاستفادة. قلت لكم بلي هذا الكتاب راح ينفعكم كثير. جيد، أنا الآن كيفاش راح نوجه رسالة للأمين العام للأمم المتحدة؟ راح أنا انطلاقا من الكتاب تاعي، أكيد تقدر تجاوب منه، واللي ماشي متوفر عنده الكتاب قلت ونذكر لكم عليكم غير تدخلوا لصفحتي في الفيسبوك، نقاط بيع الكتاب يعني المكتبات اللي توفر لكم هذا الكتاب، راني حطيت العناوين تاعها. أما الإجابة كيفاش تجاوب على الرسالة هذه؟ شوفوا معايا.
معالي السيد الأمين العام للأمم المتحدة، السيد الأمين العام، إن ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلية من اعتداءات وعنف في حق الشعب الفلسطيني تعيد إلى الأذهان الخروقات والانزلاقات الممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. سيدي الأمين العام، إني أطلب منكم إنصافهم بمنحهم حقوقهم المسلوبة، وأنتم على رأس أكبر هيئة عالمية تحمي حقوق الإنسان، وتفضلوا معالي الأمين العام بقبول أسماء عبارات التقدير. شتو هذه الرسالة اللي نطلب فيها من الأمين العام أنهم ما يعتدوش على حقوق الإنسان وبالضبط على الشعب الفلسطيني. هكذا تكون الإجابة تاعك. جيد، نروح الآن إلى سؤال آخر. وش يقول؟ عن الوضعية الإدماجية، قال لك احتفالا بذكرى اندلاع الثورة التحريرية، تم تكليفك بتحرير عرض حول أهم المخططات التي اعتمدها المستعمر الفرنسي للقضاء على الثورة التحريرية الكبرى. عندك السندات. السند رقم 1، يجب أن يكون الانتصار عسكري بواسطة السلاح. سند 2، قال لك تحويل الجزائر إلى حقل تجارب نووية. لاحظوا معايا من خلال السندات اللي راكم تلاحظوا فيها هنايا، راح نتكلموا على المخططات الاستعمارية الكبرى في مرحلة الثورة التحريرية. إذا راح نعالجوا فيها هذا الموضوع. الوضعية الإدماجية تاعك راح تكون على النحو التالي. باتت الانتصارات المستمرة التي عرفتها الثورة التحريرية في عامها الأول تشكل توتراً في الأوساط الاستعمارية، مما جعلها تتخذ إجراءات للقضاء عليها. هذه المقدمة. قد عرفت الفترة الممتدة ما بين 1956 إلى 1961 بأخطر مراحل الثورة التحريرية لما قامت به فرنسا من مشاريع وخطط لخنق الثورة وتسليط أبشع الأساليب الوحشية على الشعب الجزائري، فقد كان تطبيقها الفعلي لهذه الخطط من خلال غلق الحدود الشرقية والغربية بالأسلاك الشائكة والمكهربة، خطشان وموريس لمنع الدعم الخارجي، وأيضا إقامة المحتشدات وتأسيس ميليشيات وحتى إجراء التجارب النووية. وإلى جانب هذه الخطط فقد كان لها مشاريع اقتصادية ودبلوماسية كمحاولتها التلاعب بالمفاهيم الأساسية، سلم الشجعان، الجزائر جزائرية، حق تقرير المصير، ومشروع قسنطينة الإغرائي الذي أطلقه ديغول بهدف عزل الشعب عن الثورة. بالرغم من كل هذه المخططات الدنيئة والخطيرة، استطاعت الإرادة الشعبية الجزائرية إخضاع فرنسا للتفاوض. إذا كانت هذه هي وضعية إدماجية حول المخططات الاستعمارية الكبرى. قبل ما نروح إلى الجزء الخاص بالجغرافيا، نعاود نذكر مشاهدين الكرام اللي راح حاب يتحصل على هذا النموذج من الامتحان التجريبي، يعني ياخذه ولا يبريميه نسخ، ما عليه غير يتواصل معايا في صفحتي في الفيسبوك اللي تحمل قلت نفس الاسم القناة الأستاذة مزين، ولا على حسابي على الانستغرام اللي مكتوب فيه بروف مزين، ولا على حسابي على التيك توك كيف بروف مزين. هذا فيما يخص فقط تذكير المشاهدين الجدد بمواقع التواصل الاجتماعي تاعي باش يتواصل معايا. نروحوا الآن إلى الجزء الخاص بالجغرافيا. الجزء الخاص بمادة الجغرافيا عدنا عرف المصطلحات التالية: الحمادة، الاكتفاء الذاتي، فسر ما يلي: كثافة الغطاء النباتي بالشمال الشرقي الجزائري وتراجع الحركة الديموغرافية بالجزائر في السنوات الأخيرة. إذا الإجابة رح تكون كما راكم تلاحظوا.
عندنا الحمادة، هي هضبة صخرية جيرية تتواجد بالجنوب الصحراوي. الحمادة أيضا يمدوها بزاف في الشهادة. الاكتفاء الذاتي هو قدرة الدولة على توفير حاجيات شعبها إنتاجا. هذه المصطلحات كيف كيف، نعاود نذكركم باللي المصطلحات اللي ما عندوش قائمة المصطلحات هاوليك الكتاب، الكتاب المراجعة الذهبية في مادة الاجتماعيات، فيه ثاني قائمة المصطلحات والشخصيات. هاي ليك هنا عندنا الشخصيات، الأسئلة الاستنتاجية في مادة التاريخ. نروحوا إلى الجزء تاع الجغرافيا، مصطلحات الجغرافيا عندكم. هاي ليك المصطلحات اللي كامل موجودين في البرنامج الدراسي، ما عليك غير تروح تشريه وانت تهني راسك. حتى التفسيرات المقترحة لشهادة التعليم المتوسط وراهي موجودة في هذا الكتاب. ونروحوا لهذا الجزء الخاص بالمدنية، فيه ثاني المصطلحات والأسئلة التي تعتمد على الفهم. هذا فيما يخص المصطلحات اللي ما عندوش. والتفسيرات، فسر ما يلي: كثافة الغطاء النباتي بالشمال الشرقي الجزائري لكثرة التساقط، يعني كمية معتبرة من الأمطار. وقال لك تراجع الحركة الديمغرافية بالجزائر في السنوات الأخيرة يعود إلى سياسة التخطيط التي انتهجتها الجزائر، بالإضافة إلى النمو الوعي عند الفرد الجزائري. يعني تغيرت عقلية وذهنية الفرد الجزائري، ما ولاش يجيب بزاف الأولاد، يقول لك تجيب زوج ثلاثة لأنه يبحث على الكماليات، بالإضافة إلى خروج المرأة إلى سوق العمل. كل هذا خلى أنه الحركة الديمغرافية في الجزائر تعرف استقرار، ما نقولوش نقوله تراجع ولا استقرار، معناتها عدد سكان الجزائر من 2004-2006 إلى يومنا الحالي عرف استقرارا. تلاحظوا باللي ما راناش السكان تاعنا ما راهش يزيد بوتيرة كبيرة جدا. وقلت باللي فيما يخص هاي ليك ها الأسئلة، كل الأسئلة الاستنتاجية هاي موجودة هنايا. ها حتى هنايا راهم كاينين الأسئلة الاستنتاجية. جيد، ننطلق الآن إلى الجزء الخاص بالوضعية الإدماجية. وش تقول الوضعية الإدماجية؟ هاي ليك دار نقاش بين تلميذين حول المخاطر الطبيعية الكبرى التي تتعرض لها الجزائر، فذكر أحدهم أن التصحر من أبرز المخاطر التي تهدد الجزائر. عندك قالك السندات، تمتد المنطقة السهبية بالجزائر على مساحة 22 مليون هكتار، يعود تدهور المنطقة السهبية إلى عوامل طبيعية وبشرية. سنة 3 من الضروري تنمية المراعي السهبية وحمايتها وتطوير شعبة تربية الأنغام، عفوا الأغنام. قال لك اكتب فقرة تعالج فيها الموضوع. موضوعي هو ماذا؟ موضوعي هو التصحر في الجزائر، معناتها ندير وضعية إدماجية على التصحر. في المقطع الثالث إجراءات سير خطة من أجل مواجهة خطر طبيعي اللي هو التصحر. احنا في الكتاب المدرسي ولا في الدروس درنا لكم غير الزلازل، لكن مثلا أنا يا الوضعية الإدماجية كيفاش رحت درتها في مع تلاميذ توعي في القسم ولا مع هاي ليك. لاحظوا معايا في الكتاب تاعي المدر اللي ألفته عندكم اقتراح خطة لتسيير أزمة كارثة طبيعية، درنا الزلزال كمثال. ومن بعد درت لهم إدماج الأولاني هاوليك هو نفسه على التصحر، وضعية إدماجية على ظاهرة التصحر هايليك، هذه هي الوضعية الإدماجية. والوضعية الثالثة درتها لهم على الفيضانات، معناتها الكوارث الطبيعية كامل راني درتهم ما عدا الحرائق اللي ما درتهاش. إذا نقرأ لكم الوضعية الإدماجية سواء نفسها اللي راهي موجودة في الكتاب ولا راهي موجودة هنايا.
تتميز الجزائر بتنوع أقاليمها، أبرزها إقليم السهوب الذي يشهد خطر التصحر الذي جعل الدولة الجزائرية تتخذ إجراءات لحمايته. فما هي الإجراءات المتخذة؟ إقليم السهوب يشمل تلك المنطقة المنحصرة بين سلسلتي الأطلس التلي والصحراوي التي يخضع مناخها لتأثير المناخ الصحراوي. ومن أهم الأسباب التي أدى إلى تدهور هذه المنطقة وتسعير الظاهرة التصحر بها الرعي الغير المنظم منتظم، بالإضافة إلى تأثيرها بعامل الرياح الذي يؤدي إلى التعرية. وهذا ما جعل الدولة تتخذ إجراءات من أجل حمايتها كتنظيم نشاط الإنسان بالمنطقة ومنع الرعي العشوائي، بالإضافة إلى توسيع زراعة الأعلاف والحلفاء. فعلى الرغم من هذه المجهودات لا يزال الوسط يعاني من التدهور، وبالتالي وجب تضافر الجهود واتحاد جميع القطاعات للحد من هذه الظاهرة. يعني نفس الوضعية هاي ليك، لاحظوا كيف. فعلى الرغم من مجهودات لا يزال الوسط يعاني من التدهور، بالتالي وجب تضافر الجهود. وهذه كيف راهي موجود وضعية أخرى موجودة عفوا وضعية أخرى حول الفيضانات، معناتها اللي حب يستفاد من الكتاب يقراه، فيه كل الشامل الكافي ووافي كل التلميذ يحتاجه. إذن وصلنا لنهاية الفيديو، بالتوفيق للجميع، انتظرونا إن شاء الله في فيديو جديد راح نحطوه على نماذج أخرى. واللي أكيد حبي يتحصل على هذا النموذج من الامتحان ما عليه غير يجي لصفحتي في الفيسبوك ويقوم بتحميله. هكذا خليكم في أمان الله ودمتم في رعايته، بالتوفيق.